خلينا نتفق مع حضرتك يا دكتور، ربما نكون احنا محتاجين مع الأجيال الجديدة، مع هذه الأزمنة الجديدة، المتحدث باللغة العربية واللي بيعلم والمدرس والإعلامي يحببوا الناس في استخدام أكثر للغة العربية السليمة واللغة العربية القريبة، يعني لأنه مش هنتكلم فصحى والأطفال مش هيتكلموا فصحى، ولكن زي ما قلنا إنه نستخدم الحاجات اللطيفة. إزاي نقدر نعمل ده؟ يعني هل إحنا بقى خلينا إحنا كعرب محتاجين نجدد خطابنا حديثنا باللغة العربية؟ يعني كتير قوي يمكن الطلاب في المدارس ما بيبقوش حاسين بالقرب بين المدرس العربي وبينهم، بيلاقي مدرس اللغة الأجنبية بيستخدم حاجات وألوان ولعب ويقنعهم وينزل لمستوى الطالب. ربما احنا محتاجين برضو نبذل مجهود علشان تصل للأجيال الحديثة لغة عربية سليمة. هذا سؤال في محله أيضا. أنا طبعا أنا أشكر كل المبادرات العربية، وأشكر مبادرة سمو ولي العهد في الأردن، وأشكر المبادرة المصرية التي قامت بها السيدة الوزيرة وبرعاية السيد رئيس الجمهورية. أشكرهم جميعا على الحفاظ على هذا السياج، لأنه خط أمني قومي عربي، وهو من الخطوط الحمراء كالنيل وغيره، وكأي شيء آخر في أي بلد أخرى كالقدس، كأي شيء آخر، لأن اللغة العربية هي منطقة الدفاع الأولى عن هوية الإنسان العربي، عن ديني، عن معتقداته، عن مفاهيمه. كيفية الوصول إلى هذه النقطة، كيفية الوصول إلى اللغة العربية، لا أريدها كما قلت لغة عربية فصحى يعني تنفر الناس منها ولا هي متجهمة، أريدها لغة حب، لغة خطاب جميل يفهمه الآخر، لغة رومانسية في التعامل، لأن اللغة العربية هي من سجلت أول رومانسيات العالم، لأن اللغة العربية هي في حيثياتها لغة رقيقة. لماذا؟ 28 حرف استطاعوا أن يشكلوا مفاهيم وحضارة إسلامية وحضارة عربية لا يشهد لها كل من هو قاس أو داني. لكن كيفية؟ أولا تعاون تام بين الشعوب العربية من أجل خلق عقلية عربية جامعة تصب في خانة الهوية العربية. أشكر الأردن، أشكر فلسطين، أشكر العراق، أشكر تونس، أشكر الجزائر، أشكر المغرب، أشكر كل الدول العربية التي تكون حاضنة وتكون حضنا للغة العربية، لأنها هي عروبتنا، هي قوميتنا، هي هويتنا، وهي ديننا التي يجب أن نحافظ عليه. التعاون التام بين هذه الدول العربية جمعاء في صياغة مؤتمر عربي تقوم به أيضا، تدعو به جامعة الدول العربية أو أي دولة أخرى، من أجل المحافظة على اللغة العربية، صنع منهج، صناعة المنهج مطلوبة، يتحد الخبراء العرب جميعا في التربية ويصنعوا منهج يبث على القنوات الفضائية، ثم هذا المنهج يستفتى عليه، رضيت به الشعوب نأخذه، إن لم ترضى نغير هذا المنهج.